أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. منتدون يؤكدون أن الورقة النقاشية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني تعد بمثابة خارطة طريق للمستقبل. الملكة رانيا العبد الله تطلق دبلومة إعداد وتأهيل المعلمين. الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية يلتئم في باري. إعلان مادبا مدينة الفسيفساء العالمية. أهلا بكم. أجمع منتدون في الجلسة الحوارية حول الورقة النقاشية السادسة سيادة القانون أساس الدولة المدنية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي احتوت كل ما تحتاجه مفاهيم الدولة الحديثة، معتبرين أن هذه الورقة خارطة طريق للمستقبل. وكان قد دار نقاش موسع بين المشاركين والحضور، تناول مواضيع ركزت عليها الورقة الملكية كسيادة القانون ومكافحة الواسطة والمحسوبية ومحاربة الفساد وفتح المجال أمام الشباب للتقدم في المواقع ومفهوم الدولة المدنية والدينية. أطلقت جلالة الملكة رانيا العبد الله دبلومة إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، والذي يحصل فيه الملتحقون على التعليم المباشر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التطبيق العملي في المدارس الحكومية المتعاونة. وقالت جلالتها أمام الفوج الأول من الخريجين إن المعلم الذي يسعى للتطوير والاستزادة هو الأقدر على غرس الالتزام والطموح في طلابه، مبينة جلالتها أن مواد هذا الدبلوم تم انتقاؤها من إحدى أفضل كليات تدريب المعلمين في العالم. وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بنيان إن الدبلوم يشتمل على 3 وحدات دراسية تغطي أساليب التدريس المنتجة والفاعلة للتعلم والتعليم. احنا اليوم بنشهد نقله نوعيه في عمل الاكاديميه اللي بنتوجه فيه نحو تاهيل المعلمين قبل الخدمه. يعني احنا كان تركيزنا على تدريب المعلمين اثناء الخدمه، احنا اليوم راح نركز على تدريبهم قبل الخدمه من خلال دبلوم مهني راح يعطى بشكل مشترك ما بين اكاديميه الملكه رانيا والجامعه الاردنيه، مدته عباره عن 9 اشهر، هو عباره عن 24 ساعه معتمده. الهدف منه انه تطوير المعلمين قبل ما يدخلوا على الخدمه. زي ما بتعرفوا معظم المعلمين بيدخلوا مش مؤهلين او مش دارسين أي وسائل تعليمية، فالهدف منه هو رفضهم بهاي الوسائل حتى يقدروا يطوروا التعليم. دعا مؤتمر نساء في صنع السلام الذي عقد في مدينة باري الإيطالية بمشاركة 110 سيدات من مختلف بلدان العالم إلى التضامن مع المرأة في الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة الأكثر تأثراً بالحروب ونتائجها والأكثر حاجة للاستقرار، مطالباً الجميع بالسعي معاً لتحقيق السلام العادل والشامل في كل أرجاء العالم. تفاصيل أوفى حول مجريات هذا المؤتمر في التقرير التالي. في مستهل حفل افتتاح المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية في باري، نقل رئيس أساقفة المدينة المونسنيور فرانشيسكو كوكاتشي تحيات قداسة البابا فرانسيس للمشاركات في هذا اللقاء الدولي، مؤكداً أن قداسته يتشارك معهن الرغبة الحقيقية للسلام ويقدم صلواته على نية نجاح مساعيهن في الوصول إلى العدالة الاجتماعية والحياة الفضلى من أجل البشرية، مشدداً كذلك على ضرورة العمل الجاد والمشترك لتحقيق ما هو أفضل للمرأة وعموم المجتمع. وفي كلمة ألقيت نيابة عن عمدة باري جاء فيها إن انعقاد المؤتمر هذا العام إنما يؤكد رغبة المدينة وأهلها للتشارك والفعالية في صناعة حوار عادل وشامل يقود إلى السلام للجميع. من جانبها استعرضت رئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية ماريا جيوفاني أهم منجزات الاتحاد فيما يخص المبادرات النسائية التي تم العمل بها من قبل المنظمات والأفراد على حد سواء. We have thought, of course, as Christians, we think we have to support with our prayer, with our solidarity, the women from this part of the world. Second is to ask also to do something together, because I'm sure that we are convinced that we can learn from women from Middle East, because
Christian women are living in the Middle East or in this part of the world are apart, are not the majority of the population. And so they have been, let's say, used to create bridges with the other religions, with other people. And so they are like masters, artisans of peace, of reconciliation. For us, also for me now, well, I live in Italy, so we are receiving all these immigrants. So sometimes we don't know how to behave, what to think about. So it is important to listen to those who are already experiencing this activity of solidarity or friendship or mutual respect, I would say, which is the first thing. And so for us it was important also this receiving, not only, you know, usually we have the idea that when we go somewhere, we give. No, it's mutual. We have given something, but we have received on the other side. So this was the second thing. So to listen, to learn how to behave, how to react, or how to be in contact with the different mentalities or different religions. And then the third is to, as I said before, to create this, what can we do together, this new possibility for the future. So links, let's say, right? Links which can be, yes, of solidarity, of prayer, but also of concrete projects. And for example, it was interesting that the same women from Middle East, they proposed to be involved in this worldwide organization. In this way, they can feel part of this universal church, not only reflecting their own reality, but they can widen their ideas, their mentality, but at the same time they can receive. So it's, as I said, it's a mutual helping. كما قدم الوفد الأردني المشارك في المؤتمر ممثلا بمدير مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان شهادة عن الدور الأردني البارز في دعم صمود المرأة العربية فيما تتعرض له من ضغوطات بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تمر بها المنطقة العربية عموما. الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليك أرادت من هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في باري إيطالية أن تستكمل ما تمت مناقشته في المؤتمر الأول عام 2013 في عمان، والذي كان يبحث في مواضيع تهم المرأة وخاصة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وما تعاني في خضم الأزمات الإنسانية والأزمات العالمية التي تمر بها، والذي تأثر بها المواطن العربي، العائلة، الأطفال، وخاصة في المناطق التي هجروا لها، في المناطق المجاورة للأماكن التي نشأ فيها الصراع. فالورقة التي قدمتها عن الأردن ووضع المهاجر العراقي أو السوري والوضع الإنساني الذي يعيشه، طبعا هنا أنا ذكرت إنه المساعدات التي الأردن تقدمها فيما يخص الحالات الإنسانية إن كان قيادة حكومة وشعبا، وأيضا مساعدات التي تقدمها الكنيسة من خلال المنظمات الإنسانية المحلية في الأردن، ومن خلال أيضا كاريتاس. أيضا كمان التوصيات التي قدمتها إنه إيجاد حل سلمي وعادل لكل المناطق المنكوبة، أنها تحصل على السلام، تحصل على السكينة والأمن والأمان، وأيضا أنه هالعائلات تقدر عند إيجاد حل أنها ترجع وتعود لبلادها وتنمي بلادها. الاتحاد طبعا من خلال النساء الممثلة فيه لهم صوت، إن كان في المجلس الحبري للعدالة والسلام في الفاتيكان، أيضا لهم صوت في الأمم المتحدة. فالورقة والتوصيات التي سوف يتم نشرها من خلال هذا المؤتمر سوف ترفع
إلى اللجنة المختصة بما يخص مواضيع العائلة والأطفال للأمم المتحدة، وأيضا هذه الورقة سوف يتم رفعها للمجلس الحضري للعدالة والسلام، سوف تؤخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات، وصوتنا مع صوت المرأة بكل أنحاء العالم منضم ونرفع صلاتنا لربنا أنه يحل السلام، يحل الأمن، أنه هالعائلات تتجمع شملها. أتمنى تحقيق الأمان للجميع بما يخص كل البلدان اللي إجت، خاصة العربية اللي إجت وحملت أمالها وأحلامها وحملت ألامها. طبعا نحن صوتنا كمرأة وكدول عربية، خاصة أنه كان في تمثيل عربي غني من الأردن وفلسطين أراضي المقدسة ومن العراق ومن مصر ومن لبنان ومن سوريا، فنحن كمرأة عربية منضم صوتنا مع صوت النساء من كل أنحاء العالم إنه نقدر نحدث تغيير، نقدر نعمل فرق في هذا العالم. وصلينا في النهاية ورفعنا الصلاة من أجل السلام، إحلال السلام في كل العالم. وفي ختام جلساته التي استمرت 5 أيام وتخللها نقاشات ومداخلات هامة من النساء المشاركات، أصدر مؤتمر نساء في صنع السلام جملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة الالتفات إلى وضع المرأة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حروبا ونزاعات دامية بعد تنامي العنف فيها، داعيا المؤتمر إلى أهمية نشر ثقافة الحوار وبناء جسور التلاقي والتسامح. كما أوصى المؤتمر بضمان حرية الفرد في ممارسة شعائره ومعتقداته الدينية والصلاة كذلك من أجل حل عادل وشامل للحروب والنزاعات في جميع أنحاء الأرض وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أوطانهم وتقديم كل ما يلزم لدعم صمود وشجاعة المرأة في الشرق الأوسط التي تعيش على تماس مباشر وغير مباشر مع التطرف والعنف والمهددات، أيضا بأجندة حروب تعلن باسم الدين، مع التأكيد أيضا على دعم النساء المسيحيات الجادات والساعيات نحو صناعة السلام. العمل في العراق ليس بسهل لكنه يعني شيق، لأن التنوع مو دائما بس موضوع التعقيد، هو موضوع الغنى أكثر من تعقيد. فعندما نعمل على بث روح ثقافة احترام حقوق الإنسان نرى فرق في فهم وفرق في استيعاب الرسالة، وهذا مهم جدا. ونرى بأننا كمسيحيين لنا يعني لنا واجب أكبر من أي أحد، لأننا لنا أكثر مادة وأكثر مسؤولية حسب مبادئنا عن حماية وفرض احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. وختاما نقول إن هؤلاء النسوة اللواتي جئنا من كل حدب وصوب، وهن يحملن قصص تحد وإنجاز وإيمان وثقة بأن دور المرأة حقيقي وكامل وأساسي في بناء السلام في العالم والصلاح في حياة المجتمع والأسرة، رغم ما واجهته من معاناة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. أبرز التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية اليوم، التحديات كثيرة، هي ما بين دورها كامرأة مسيحية بدها تبرز وبدها تعطي وبدها تساعد وبدها تكون السباقة بالعطاء، وما بين الضغط اللي عم نعيشه. نتمنى من هذا المؤتمر ومن بيانه الختامي أن نخرج بأشياء فعالة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط، وهناك فكرة أن السيدات الشرق الأوسط تكون لجنة فيما بينهن من أجل أن يحفزنا الجميع على العمل من أجل السلام وبناء الجسور أينما Wonderful work, but the stories of this work are not being told, and stories are a powerful way of starting a dialogue and of being the point of creating a change in the world. And so voices of faith with the support
of Cardinal Parolin have been able for the past 3 years to come to the Vatican on International Women's Day and invite women from around the world who do incredible work in the church. We're actually here to support our sisters from the Middle East, from Jordan, from Palestinian, from the Middle East in general. We are here to actually support our sisters. And then I'm very happy to hear the reports they gave from the different countries on what they are going through, and then how the women, the part they are playing to bring peace to their different countries. مهم جدا بأن بعد هذا اللقاء يدرك الآخرون الذين هم من خارج الشرق الأوسط بأن المرأة في الشرق الأوسط هي حقا قادرة على أن تخلق فرقا. لكن حوارات جميلة وأحاديث متبادلة لا يكفي. هدفنا بس نرجع صورة المرأة مثل ما يسوع من 2000 سنة اقترحها علينا وتشوهت عبر العصور. إذا بتتذكروا يسوع مع مرتا لما قالت له إلا لأختي تقوم تساعدني بالمطبخ، إلا أختك اختارت الخيار الأفضل. شو يعني؟ يعني تقعد تسمع ليسوع، تصير تلميذته وتروح تعلم باسمه. We concluded at the end of our meeting that the first thing we need is going back to the great value of family, which is love, love and gathering. Through these two, we can go back to our family, and we have to spend much more time as the influence of each and everything we have just mentioned, the tools of technology. It's not technology that is affecting us. It's the misuse of this technology that makes it worse. We reflect on our life. Plus, we need to love each other, because family at the end is based on the bond of love, nothing else. ومن هنا تخاطب المشاركات العالم ويقولن بالصوت العالي: نحن سنبقى صامدات وراغبات في صنع السلام ونشر قيم المحبة والتسامح من أجل الأوطان والأبناء. اجتمع اتحاد الرهبنات في الأردن للمرة الأولى في المركز اليسوعي تحت عنوان المحبة طريق القداسة. وقد رحبت رئيسة الاتحاد الأخت أنطوانيت مطر بالحضور وشكرت الراهبات على التزامهن ومتابعتهن لنشاطات الاتحاد في الأردن، ثم رحبت بالأب الدكتور جهاد شويحات الذي قدم المحاضرة وقالت: يجب علينا أن نشكر الله مهما كانت صعوبات حياتنا على كل موهبة وكل شيء موجود عندنا. طيور السماء لا تزرع ولا تحصد وأبونا السماوي يقيتها. هلا في حياتنا نواجه صعاب، نواجه حروب، نواجه مشاكل، نواجه ضغط، نواجه كبت، نواجه اضطهاد قد تقتل هذه البذرة. كيف نحميها؟ كيف نحميها البذرة هاي حبة الحنطة؟ بالفرح، بالفرح، فرح في البكاء، فرح في الاضطهاد، فرح في كل مصاعب الحياة. لماذا؟ لأنه معنا ولا يتركنا. اليوم احنا اول يوم بالاتحاد الرهبنات، اول لقاء بالاردن من جميع المؤسسات بالاردن، وهذا اللقاء احنا اخترنا يكون عنوانه المحبة طريق القداسة، لانه بهالسنة هاي ب4/9 تقدست الام تريزا، هي ام الفقراء، هي المتواضعة، رمز المحبة. فاحنا حبينا يكون اول لقاء لنا يكون عن الأم تريزا وعن محبتها وعن عطائها اللامحدود وعن حياة الفقر اللي هي عاشتها، وإحنا على أساس أنه نتمثل فيها ونمشي على طريقها.
حبينا أنه ندعو أبونا جهاد الشوحات الدكتور هو رئيس المحكمة، أسلوبه كثير حلو، أغنانا بحياة الأم تريزا، وإن شاء الله يا رب أنه إحنا نعيش لو جزء من حياتها نطبقه بحياتنا، مثل ما تقدست السنة الماضية مؤسستنا ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب. إن شاء الله يا رب أنه القداسة من بلادنا العربية كمان تكون موجودة. نحن نشارك حياتنا مع الناس الأفقر ناس، بس مثل خميرة في العجين تخلخل بالعالمنا اليوم، ونحن بحاجة هذا الإنجيل مفتوح بالعالمنا حتى نعيشه مع أفقر الناس. صحيح، هو هذا الحياة المسيحية اليوم تتطلب مننا، ونحن كرهبات افتكر لازم ننزل مستوى هذا الفقير حتى نكسب هذا الفقير، مثل مربولس يقول كنت مع جاهل جاهل، مع الفقير فقير، مع الطفل طفل، مع العالم عالم إلى آخره. فإذا ننزل مع هذا المستوى أفتكر نرفعه إلى المسيح. كتير تخيلت وأبونا بيحكي معنا أن مهم نكون معلقة عسل مش برميل خل. كتير المثل ده حاضر في حياتي، لما بنكون معلقة عسل صغيرة بنقدر نجمع ناس كتيرة ليسوع والقلب يسوع زي ما عملت الأم تريزا. بشكر الله، بتمنى ان كلنا نقدر نعيش مخططنا الوحيد وأهمية حياتنا الرهبانية تكون بس ان احنا نجيب نفوس ليسوع مش ان احنا نبعد الناس، وبتمنى دايما تكون حياتنا هدفها الوحيد يسوع. للسنة 12 على التوالي نظمت شبيبة كنيسة الرسل في الزرقاء اللقاء السنوي يسوع فرحي، والذي جمع أعضاء الشبيبات من كافة محافظات المملكة. المزيد في التقرير التالي. احتفلت شبيبة كنيسة الرسل في الزرقاء باللقاء السنوي يسوع فرحي للشبيبة الجامعية والعاملة للسنة 12 على التوالي، حيث جاء هذا العام بعنوان فاختار 12 وسماهم رسلا. وابتدأ الاحتفال بقداس إلهي ترأسه الأب إلي كورزون ضيف اللقاء، بحضور كاهن الرعية الأب طارق حجازين والأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتيني في الأردن، وعدد من الأباء الكهنة والراهبات وأعضاء الشبيبات من مختلف محافظات المملكة. وتحدث الأب إلي كورزون في المحاضرة التي قدمها عن حياته الشخصية منذ التحاقه بالمعهد الإكليريكي وحتى سيامته الكهنوتية وخدمته في العديد من الرعايا. بفرح عظيم اليوم بتواجد بالزرقاء مع شبيبة الأردن وشبيبة الزرقاء، وست سنين من 12 سنة لاحتفال يسوع فرحي بالزرقاء مضيته مع شبيبة الزرقاء، وأكيد فرح كبير إنه أرجع أشوف الوجوه قديمة اللي هي دائما وجوه محبة، وأكيد هاللقاء هذا بيجمعنا حتى حول السيد المسيح، حول فرح السيد المسيح، وأكيد إنه هالخبرة اللي إحنا كل واحد منا عاشها مش مفروض إنه تضل بس إلنا، إنه لازم نخبرها للجميع، وزي ما الرسل راحوا بشروا وأعلنوا البشارة كذلك إحنا نأخذ هالخبرتنا ومنعطيها للآخرين، حتى هالفرح اللي أخذناه من السيد المسيح نعطيه للجميع دائما إن شاء الله. واشتمل اللقاء على العديد من الفقرات الروحية والثقافية وعرض مسرحيات ودبكة. اليوم احنا عم نركز على هوية الشاب المسيحي بالفئة الجمعية والعاملة، على انه يكون هو الرسول 12 اللي بيقدم رسالة حية لها المجتمع اللي بعض الاوقات عم نشوف بفقدان لمعنى الهوية المسيحية. انا اليوم برحب فيهم كمرشد لشبيبة الرسل، بتمنى من ربنا هاللقاء يكون فعلا مثمر، من خلاله كل شاب وصبية قادر يحكي بكل فخر انه هو مسيحي ومسيحي كذلك رسول، يحمل رسالته بالزمان وبالمكان اللي بيكون موجود فيه، إن كان طبيب ولا إن كان بالجامعة ولا إن كان بالعمل، في أي مكان موجود فيه. يسوع فرحي هو نشاط بتقيمه شبيبة الرسل في الزرقاء الشمالي من 12 سنة، وأنا بذكر حالي لما كنت بهاي الشبيبة أول يسوع فرحي كنا مع بعض عم نعمل هذا النشاط من أجل إعلاء صوت الرب. فالنشاط
من 12 سنة بهمة الكهنة الموجودين في هاي الكنيسة وبهمة الشبيبة بالرغم من الصعوبات اللي بواجهها هالأيام عم بيحاولوا يكونوا رسلا. فكأنه الله أعطى هاي الكنيسة اسم اسمها كنيسة الرسل لتكون محافظة في تجديد الرسل الدائم في الحياة. كل لقاء بيتحدث والمغزى منه انه نحكي عن كيف انك تكون انت رسول بدينك المسيحيتك، انك كيف تكون رسول في المجتمع اللي انت عايش فيه. فهاي الرسالة اللي احنا حابين انه نوصلها، انه ما نكون مجرد كلام نحكي دايما عن مسيحيتنا، حابين انه للكل انه يشوف رسالة المسيحية تاعتنا بأعمالنا، حتى يشوفوا أعمالنا ويحكوا انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. لقاء يسوع فرحي هو بنعمل كل سنة بشبيبة الزرقاء، هو لقاء بجمع شبيبات المملكة من كل أنحاء الأردن، هو لقاء بنتعرف فيه على يسوع أكثر، بنتعرف على ناس جديدة، بنكسب خبرات، وكل لقاء فيه بيكون هدف معين وشعار لهذا اللقاء. الشعار هاي السنة اختارهم 12 رسولا، وهلأ عم نكمل باللقاء وإن شاء الله يكون مفيد وحلو، ويسوع أكيد فرحي دائما وفرح للجميع. حقيقة يعني الأجواء كثير جدا طيبة، خاصة أنه التقينا بهذا الكم الهائل من الشبيبة الأردنية. طبعا هو تبادل ثقافات، تبادل يعني احنا مجتمعنا ايضا كنا نتجمع هيك بالعراق، لكن هنا اجينا من العراق بعد التهجير، افتقدنا قليلا هذا التجمع، هاي التجمعات. يسوع فرحي هو الفرصة الوحيدة لنا خلال سنة كاملة كشبيبة رسل ان نشتغل مع بعض فرقة واحدة، من خلالها نقدر نجتمع نعمل فقرات جديدة كل مرة مع فريق جديد، اشي بخلينا نحس بمعنى الشبيبة كمجموعة كاملة. نالت مدينة مادبة لقباً دولياً مشرفاً ساهم بتعزيز مكانتها الحضارية بين مدن العالم، وذلك بفوزها بلقب المدينة العالمية للحرف اليدوية بفن الفسيفساء. التفاصيل في التقرير التالي. برعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وحضور شخصيات رسمية وكنسية وعامة وعدد من مسؤولي المحافظة، احتفلت مادبا بفوزها بلقب المدينة العالمية للحرف اليدوية بفن الفسيفساء لعام 2016 في المسابقة التي نظمها مجلس الحرف العالمي. وقالت وزيرة السياحة في كلمتها إن فوز مادبا يأتي في ظل نهضة سياحية شاملة تشهدها المدينة واحتضانها لمواقع أثرية تاريخية ذات أثر سياحي مهم له علاقة عميقة بتفرد الأردن بالبدايات الأولى للحضارة والديانات. هذا الفوز مهم جدا لمدينة مادبا وللأردن، وخصوصا بما يخص السياحة. مادبا هي واحدة من 16 مدينة في العالم تحوز بهذا اللقب، واحدة من 3 مدن في العالم العربي عندها هذا اللقب، والمدن الأخرى هي الخليل في فلسطين وطرابلس في لبنان. فيعني بنقبل وكلنا يعني متأكدين إنه إن شاء الله هذا الفوز رح يساعدنا كمان في عملية الترويج للسياحة في مادبا، وكمان لعملية تعريف العالم بقيمة هذا الفن المهم الفسيفسائي اللي بتشتهر في مدينة مادبا. وأكدت نائب رئيس إقليم آسيا بمجلس الحرف العالمي الدكتورة غادة القدومي أن فوز مدينة مادبا بهذا اللقب سيعزز مكانتها الحضارية ويفتح المجال أمام المدن الحرفية العالمية الأخرى للتعاون والمشاركة في كثير من الفعاليات التي يقيمها مجلس الحرف العالمي. أتوجه باسمي وباسم رئيس مجلس الحرف العالمي الذي لم يتمكن أيضا من الحضور، وباسم إقليم آسيا والباسيفيك، إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله، وإلى أهالي مدينة مادبا بوجه خاص والشعب الأردني بوجه عام بالتهاني الصادقة لنيل مدينة مادبا ذات التاريخ والحضارة العريقة لقب مدينة حرفية عالمية للفسيفساء الحجرية، صادرة من مجلس الحرف العالمي الذي أطلق مشروع المدن الحرفية العالمية
منذ العام 2014. وألقيت في الحفل كلمات لعدد من مسؤولي المحافظة أكدوا فيها أن فوز المحافظة باللقب العالمي يضعها على خارطة السياحة العالمية لإبراز إرثها التاريخي ومكانتها السياحية الهامة. فوز مادبة بهذه الشهادة وبهذه الجائزة هو تأكيد على أهمية مادبة وأهمية المعالم السياحية والأثرية في مادبة، والفسيفساء بحد ذاته في مادبة أصبحت تعرف كمدينة الفسيفساء العالمية، واليوم ننظر إلى مادبة كمنطقة لجذب السياحة من كافة أنحاء العالم إلى الأردن، ومن خلالها تنطلق من مادبة العزيزة على قلوبنا جميعا إلى كافة المناطق السياحية في المملكة. واشتمل الحفل على العديد من الفقرات التراثية والفنية ودبكات فلكلورية قدمها أبناء المحافظة. وفي الختام قدمت وزيرة السياحة الدروع التقديرية على الجهات التي ساهمت في فوز المدينة باللقب العالمي، ثم جال الحضور بأروقة معرض الحرف اليدوية. رعت سمو الأميرة عالية الطباع حفل افتتاح حديقة أم عمر الفيصل والمشاريع التي تم إنشاؤها من قبل منظمة اليونيسف الدولية، وتشتمل الحديقة على مركز مكاني لتوفير البرامج التعليمية غير الرسمية وأنشطة نفسية واجتماعية ومهارات حياتية للأطفال والشباب في مجتمع العاصمة المحيط بالمكان. البرنامج اليوم هو برنامج مدعوم من اليونيسف لمتسربين المدارس أو الأطفال اللي علاقة بتقوية الأطفال في المدارس الحكومية. كنا معنيين بهذا البرنامج أنه خلال الست أشهر الماضية بأنه إعطاء دورات تدريبية في التقوية في مجال الماث أند تشيس، في مجال الإنجليزي والعربي، وكمان برامج العلاقة بتطوير مهارات الأطفال من حيث الكاراتيه، كرة القدم، الدراما، برامج العلاقة بتطوير حتى السكيلز تبعتهم في مجالات مختلفة. طبعا احنا بنستقطب الاطفال الاردنيين والسوريين واي طفل من اي جنسية لهذا المكان حتى يستفيد من خدمات مركز زها الثقافي. On behalf of UNICEF, we are very very happy to be here at the launch and the opening of the Zaha supported Makani Center. UNICEF supports Zaha to run this center, and we provide support in the center that is inclusive of informal education, psychosocial support, and life skills. أقامت جمعية أصدقاء مرضى الكبد نشاطاً رياضياً خيرياً في مدينة الفحيص بهدف نشر الوعي الصحي بين المواطنين والمساعدة في التغلب على أمراض الكبد الوبائية، بالإضافة إلى جمع التبرعات لدعم الجمعية. وبعد انتهاء المحاضرة طاف المشاركون في شوارع الفحيص التراثية القديمة وتشارك الحضور الفعاليات. احنا سعداء طبعا بنادي شباب الفحيص انه متعاون مع جمعية اصدقاء مرضى الكبد. هاي الجمعية اللي بتقوم بعمل ريادي وعمل رئيسي في دعم المصابين بهذا المرض من خلال المطاعيم وغيرها من الاشياء. عندما طرحت علينا الفكرة من ادارة الجمعية رحبنا بها ترحيب كامل، اللي هي تحت شعار تمشى وتعشى. قمنا بجولة داخل مدينة الفحيص بالبلد القديمة، طبعا شارك أكثر من حوالي 100 مشارك بهذه المسيرة، تعرفوا على البلد القديم في مدينة الفحيص بأماكنها التراثية وبعض المعلومات التاريخية. الهدف من المشي هو توعية حول أمراض الكبد اللي أصبحت شائعة هالأيام، لتسليط الضوء على أنها أمراض مش سهلة، ممكن تنتقل إلى أمراض مزمنة، ممكن تعمل مضاعفات شديدة، فبالتالي الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. الهدف أنه نوصل إحنا الرسالة أنها إلها طرق معينة للتشخيص، إلها علاج، العلاج متوفر والرعاية موجودة بالأردن على صورة مماثلة لأي بلد في العالم. كان يعني الايفنت كثير حلو، ورجونا الفحيص والاماكن الاماكن القديمه بالفحيص. مزبوط، هون موجودين اليوم بجمعيه الكبد، كانوا عاملين ايفنت كثير حلو، هو تعشى وتمشى which was very nice. والمزبوط كانت وعاملينها بالفحيص، كانت كثير حلوه، ما كانت مشي اكثر ما هي كانت انه اتفرجنا على الفحيص وعلى معالم الفحيص اللي احنا ما بنعرفها.
احتفل بالنادي الأرثوذكسي بعمان بإطلاق الديوان الشعري حبيبي الحلو لمؤلفه الدكتور إسحاق عقيقي، ويشتمل الديوان على العديد من القصائد الشعرية ذات السمة العاطفية والغزلية، وقد تليت أمام جموع المهتمين أبيات من قصيدة بعنوان أمام عينيك نالت إعجاب الحاضرين. حبك هو الذي شطب جمالات الدنيا بلحظة أمام روعة عينيك واغتال أجمل ذكرياتي. شكرا من الأعماق يا من أتيتيني من كتب العبادة والصلاة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية يطلق جملة من التوصيات. لقاء يسوع فرحي يعقد للسنة 12 في الزرقاء. اتحاد الرهبانيات في الأردن يجتمع للمرة الأولى. نشاط رياضي وخيري لأصدقاء جمعية مرضى الكبد في الفحيص. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.